التقاطعات وشوارع بغداد تباع وتشترى بين مافيات التسول، ذلك ما كشفت عنه مصادر مؤكدة أشارت إلى أن شوارع الحارثية من بين الأغلى مبيعا بين هذه العصابات، ومن ثم تقاطعات الرواد واللقاء في المنصور والحرية والمسرح الوطني في الكرادة، حيث تبلغ أسعار هذه التقاطعات 2 مليون دينار في اليوم الواحد. صارت مجموعات، هذا المكان إلي وذاك المكان إلك، ما يصير توصله وما يصير حتى يقتلون، عندهم استعداد يقتلون أي واحد يتجاوز عليهم. هسه هذا الحارثية طبعا أنت أي فرع ها لازم تعصابة 4 5 وياخذون رشاوي، تقدر تقول له بس الطب الشارع تاخذ يقول لك اعطيني شو اسمه. تقاتل المافيات فيما بينها على هذه التقاطعات يعود لدخل المتسول فيها والذي يصل إلى أكثر من 200,000 دينار في اليوم الواحد، فيما يطالب مواطنون بإجراءات أكثر حزما من قبل وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية لملاحقة هذه العصابات المسؤولة عن نشر هؤلاء الأطفال والنسوة. لازم وزارة داخلية بالأخص، يعني وزارة داخلية والشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن هاي ظاهرة يعني ظاهرة يعني ما تليق بينا، يجون بكيات تنزلهم ناس وتوقفهم على صفحة، ويعني حتى بالتزميم هيك موضوع يعني. فالموضوع أكبر يعني من عندنا احنا كمواطنين، أكبر من عندنا يعني، هذا المفروض تحقيق بالداخلية. وجت فترة شغلة يعني حملة عليهم، قام الشرطة تاخذ بيهم، بس شنو الفائدة؟ الشرطة داخلة منا والله شوية تهد. ويتم دفع مبالغ إيجارات هذه التقاطعات لمافيات كبيرة توفر للمافيات الصغيرة الغطاء الأمني وضمان عدم التعرض وحرية التسول في شوارع العاصمة. ويطالب مواطنون من وزارة الداخلية بإجراءات شديدة في مناطق بغداد القديمة، لا سيما وإن المصادر تؤكد أن عصابات التسول تأتي من هذه المناطق. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.